في نبأ ورد منذ قليل أكد رئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على الاستفادة من قدرات شركة سيمنز في مجال التدريب الفني. وخلال استقباله جو كايزر رئيس مجلس إدارة الشركة، بحث السيسي مقترحا لإنشاء جامعة للشركة في مصر باسم فيرنر فون سيمنز، لتكون أول جامعة تقيمها الشركة في العالم لتخريج كوادر متخصصة في مجالات التكنولوجيا والكهرباء والإلكترونيات. وقد أشاد رئيس شركة سيمنز بالشركات المصرية التي تعاونت مع الشركة في مصر بسبب خبرتها وكفاءتها العالية.